سائل عين عين راء يقول: هناك في بعض البلاد الإسلامية من يلزم النساء الملتزمات المتحجبات بخلع حجابهن، واعتبار ذلك من شروط المواصلة للدراسة، وقد لجأنا إلى تغطية رؤوسهن بالباروكات جمعا بين الالتزام بالحجاب ومواصلة الدراسة، فهل هذا العمل جائز لهن في حكم أنهن مكرهات على مخالفة أمر الله، أو بماذا تنصحونهن؟ جزاكم الله خيرا. منع الحجاب هذه محادة لله، منع الحجاب فيه محادة لله ولرسوله، نسأل الله العافية. الواجب على من ينتسب إلى الإسلام أن يتقي الله سبحانه وتعالى ولا يمنع نساء المسلمين من الحجاب، لأن ذلك أطهر لقلوبهن وقلوب الرجال، ولأن الحجاب فيه الحياة والحشمة والعفة، وهو لا يتنافى مع الدراسة ولله الحمد. المرأة تحتجب وتدرس، لا مانع، لا يتمانع أو يتخالف أو يتضاد الحجاب مع الدراسة، وإنما هذا كيد من الشيطان ومن أعوان الشيطان للمسلمين. أما إذا استعملت الباروكة تظن أن هذا يكفي أو يقوم مقام الحجاب، فهذا غلط كبير، لأن هذا منكر آخر. لأن الباروكة من الوصل الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلته، لعن الواصلة والمستوصلة، والواصلة هي التي تصل شعرها بشعر آخر، فهي وضعت على رأسها شعرا ليس لها وزادت الفتنة، تزيد الفتنة بها، فلا يجوز استعمال الباروكة. والدراسة ليست ضرورية، إذا تعارضت مع الحجاب فإن المرأة تقدم الالتزام بالحجاب ولو لم تحصل على دراسة، لأن تركها للحجاب ارتكاب لمحرم وفيه خطر، وترك الدراسة لا يترتب عليه ضرر كثير، خصوصا إذا كانت الدراسة من الأمور الدنيوية، دراسة أمور دنيوية. وأما دراسة ما يستقيم به دينها، فهذا يمكن أن تحصل عليه في بيتها ومع الحجاب، تدرس سور من القرآن، تدرس أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، تدرس مسائل من الفقه في أحكام العبادات وهي في بيتها. نعم، أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم.